بصوا يا جماعة مش هتصدقوا أنا رايح فين، دي حاجة يعني أنا من نفسي مكنتش مصدقها. نادي الزمالك، إلى نادي الزمالك المنافس الأول إلى قلبي. جيت لك يا زمالك. الحاج تركي الشيخ هنا بيعمل ايه معرفش، مبنى تركي الشيخ. بس هو النادي كله يفط عامة، فتعالوا نشوف اليافطة دي. رياض عبد العال، محمد عبد اللطيف. يلا دلوقتي عايز تاكل يعني خلاص؟ انا جوعت. هو انا بقى يعني هو يفض بس هو. انا يعني انا موبايل بطاريته ايه؟ بس احنا كده خلصنا. احنا تقريبا في يافطه كمان نسيتها ورا عندكم. يلا يلا عشان ايه؟ هو ايه؟ يلا يا عم. طلعت من النادي لقيت نفق، دخلت النفق بص لقيت ايه بقى.